زي ما يمكن عرفتوا خلال الفترة الماضية أنه كان في عنا حملة لتنظيم الموقع الأثري وتنظيم الأقليم البتراء. كانت هذه الحملة تشكل حل لمشكلة موجودة في الأقليم سواء كانت داخل المحمية الأثرية أو خارجها. وبس لأعطيكم نسبة بسيطة يعني لمحة عن حجم المشكلة وتداعياتها والمخاطر، أنه إحنا كان في عنا 2535 قضية مفصولة في المحكمة في البتراء في وادي موسى بناء على ضبوطات عدلية طالعة من السلطة إلى الجهات القضائية. تقريبا نصف هذه القضايا كان غير منفذ، والذين بحقهم صدرت بحقهم هذه الأحكام كانوا موجودين في الموقع الأثري يسرحون ويمرحون، وكانوا يعيثون يعني كثير من المخالفات، يقومون بارتكاب كثير من المخالفات سواء كانت لقانون السلطة أو لقانون الأثار أو لقانون السياحة. ووجدنا أيضا بأنه في عنا حوالي 309 كهوف داخل المحمية الأثرية مستغلة بطريقة غير قانونية، سواء كانت مستغلة من قبل أهل المنطقة أو حتى من قبل أجانب كانوا موجودين في هذه الكهوف ويؤجروها على مواقع المتخصصة بالسياحة مثل booking.com وتريب أدفايزر وإكسبيديا وغيرها من المواقع. طبعا هذا كله كان عمل غير قانوني. الأثر اللي ممكن يترتب على مثل هذا أنه ممكن البتراء كانت تروح على مواقع التراث العالمي المهددة، وهذا فيه إساءة كبيرة للأردن، أنه إذا ما وضعت الأردن على مواقع التراث العالمي المهددة باليونسكو معناته أنه الأردن لم تكن قادرة على حماية هذا الموقع الأثري المهم، أحد عجائب الدنيا السبع، والذي تم يعني وضعه على قوائم اليونسكو في ثمانينيات القرن الماضي. ولهذا تداعيات طبعا سياسية واقتصادية واجتماعية وسياحية، لأنه السمعة راح تتضرر نتيجة هذا العمل. ولكن قمنا بحملة أمنية ب4/12 عام 2023. احنا استلمنا مهمتنا في البتراء بشهر 10، خلال أقل من شهرين قمنا بتنفيذ هذه الحملة الأمنية إزالة المخالفات من الموقع الأثري وفرض سيادة القانون بكامل تفاصيلها بدون أي استثناءات، وهذا ما نسعى إلى استكماله. لذلك عنوان هذا اللقاء هو عن سيادة القانون والتنمية واستكمال التنمية المستدامة.